نبدأ أخبارنا متنوعة من إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة النهائية لمعسكر شهر مارس. ويعني عندنا كده مباراتين أمام ملاوي يوم 24 و28 مارس الجاري في الجولة الثالثة والرابعة على تصفية مؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوتيفوار، وضمت القائمة 24 لاعبا وهم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، محمد هاني وهشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور ومحمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو ومحمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفى محمد وكهربا، وأحمد حسن كوكا. كل التوفيق أكيد لمنتخب مصر. ويعني أنا آسف ولكن كان متوقع ما يكونش في عدد كبير من لعيبة الزمالك، يعني عشان أنا عارف الأسئلة اللي هتيجي والأسئلة اللي بتبعت لنا من الصبح من أول إعلان القايمة، فين فلان، فين علان، فين كذا، فين كذا. كويس إن زيزو وفتوح وصبحي موجودين، ولكن الغريب ان فيوتشر مثلا ما شفناش منه حد، انه ماشيين بشكل جيد، ولكن طبعا الراجل شايف الناس بيحصل فيها ايه وشايف. وعلى فكره كان ليه تصريحات النهارده في المؤتمر مهمه جدا، وقال تراجع اداء بعض الانديه مش مقلقني او مش مخوفني، وهنشوف لسه المعسكر هيكون في ايه. اكيد كلنا حاطين منتخب مصر قبل اي نادي، ومنتخب مصر يهمنا ان يفوز في كل لقاءاته ونوصل لافريقيا ونفوز بالبطوله ونرجعها مره تانية لدولاب الاتحاد المصري مكاننا المفضل وبطولتنا المفضله. وروي فيتوريا لسه ما شفنالوش، خلينا نتكلم بواقعيه، ما شفنالوش يعني جمل واضحه او ماتشات كتيره، ولكن البدايات كان فيها ذكاء ودهاء كبير جدا. بدا بلقاءين وديين سهلين جدا جدا، وناس ساعتها انتقدته انتقادات لاذعه، انت جايب منتخبات سهله عشان نلعبها. احنا كنا لسه خسرانين من اثيوبيا، يا اثيوبيا ده منتخب قوي يعني، خسرنا منه وخسرنا قبل كده وتعثرنا في ماتشات سهله، ورحنا خسرنا من كوريا على ما اعتقد 4-0 على ما اتذكر يعني. فالراجل قرر يرجع الثقه للعيبه، يرجع ثقه جماهير الكره المصريه انها تكون موجوده مع منتخبها. وده العادي، العادي ان احنا كنا بنشوف ماتش ودي مع منتخب مصر تلاقي استاد القاهره ده ما فيهوش مكان تقف، ده كان الطبيعي، ده كان ساعتها كمان كل لاعبتنا محليه، ولكن تيشيرت منتخب مصر متواجد، كلنا متواجدين. دلوقتي انت اصلا كل الناس نفسها تروح تشوف محمد صلاح بس في الملعب، شوف نجومنا الكبار في الملاعب الاوروبيه. نجح في ده جدا، اول لقاءين فوز كويس، قدر رجع الثقه، رجع الثقه في ماتش بلجيكا. مين فينا ينسى؟ مين فينا ينسى الحسره اللي جات لنا بعد اللقاء وقلنا ياه ده احنا رحنا كسبنا بلجيكا قبل ما تروح كاس العالم. مش كسبنا بلجيكا بالسكند تيم، ده فول تيم. ده الفريق اللي راح، ده منتخب اللي راح لعب في كأس العالم بنفس اللعيبه بحراسه المرمى بكل حاجه، واحنا تألقنا، عملنا ماتش كبير، كسبنا فنيا مش بس نتيجه على فكره، حاجه تحسب له. وفي ناس طلعت انتقدته قبل ماتش بلجيكا، قالوا يعني ده وقته وهنروح نحرج نفسنا ونلعب ماتش يكون سيء لينا وهزيمه هترجع لنا مشاكل، لكن بالعكس كان ماتش ودي قوي جدا، رجع لنا شخصية البطل، خوف كل منتخبات مننا، عرف الناس ان منتخب مصر بقى يمتلك جهاز فني قوي ولاعيبة عندهم دوافع. انا شايف والله والله نمتلك لعيبة جيدة جدا في كل الاندية، وفي لعيبة كتير محترفة يقدروا يكونوا موجودين. بلاش نبص في زمالك واهلي بس، يعني مثلا عندك في لاعب زي احمد الشيخ هداف الدوري وماشي مع المحله بشكل كويس جدا، ولكن ما انضمش. هل نعترض؟ لا، انا اقول لفيتوريا ليه كامل الحريه. وعلى فكره هو طلع واتكلم روي فيتوريا وقال انا شايف الولد وشايف عمل شغله كويس، ولكن في الفتره دي انا محتاج مصطفى وفلان وفلان،
محتاج الثلاثه دول في الهجوم، واتكلم على كل اللعيبه وقال انا مش ما اخدتش بعض اللعيبه مش هنخفقتهم مع انديتهم، لا علشان انا محتاج مجموعه معينه. خلينا معاه للاخر، انا نفسي نصبر على مدربين المنتخبات، اصبر عليه تعال نشوف هيحصل ايه. الطبيعي ان مصر تكسب الماتشين الجايين، الطبيعي ان ماتشين ملاوي دول بتوعنا بدون ما نفكر، يعني مش محتاجين نفكر، تكسب الستة بونت دول انت بشكل كبير موجود في البطولة. ولكن انا عايز اشوف شكل، اشوف شكل المنتخب مصر. نفسي الناس في الشارع كده وقف اي حد قول له مين خطة المنتخب يسمعها. احنا تقريبا من 2010 ملناش تشكيل ثابت، من 2010 شوف من امتى ملناش تشكيل ثابت. وقف اي حد دلوقتي يقول له مين حارس مرمى منتخب، يقول لك والله محمد شناوي كويس، لا احمد شناوي افضل، لا صبحي يستحق، لا عواد المفروض يكون موجود، لا فلان لا فلان. قبل كده كان مفيش، هو الحاضر الجون وانت مغمض انت عارف. تعال اقول للناس مين قلبي دفاع منتخب مصر دلوقتي، الناس تقول لك الونش وحجازي، ايه ده الونش مش موجود خلاص، اسامه جلال وعبد المنعم، لا اصل لسه الخبرات خلاص، حجازي مفيش استقرار، مفيش استقرار غير على محمد صلاح. وهتلاقي في وجهات نظر تانية تقول لك طب ما نجرب زيزو وندي راحة لصلاح، ماتش مش مهم نجهد فيه نجمنا. حتى على الوينج ليفت تريزيجيه عنده إصابة، مين مرموش ولا نشوف لعيب محلي ولا نشوف زيزو يلعب كوينج ليفت؟ أنت مش تلاقي التركيبة الكاملة. طب احنا محتاجين إيه الفترة الجاية؟ محتاجين يبقى في تركيبة كاملة، محتاج خطة واضحة لمنتخب مصر. 11 لاعب معروفين دول منتخب مصر بيبدا بيهم، الاستقرار ده مهم جدا. على فكره اللاعب لما بيحس ان هو اساسي في منتخبه ده بيخليه يلعب بشكل اعلى، بيخلي فيه ثقه كبيره. اه طبعا لو اخفق هيقعد، حلو ان يكون عندك لعيب واثنين وثلاثه. انت الجيل الذهبي بتاعنا ما كانش ذهبي ب 11 راجل في الملعب، كان 11 راجل في الملعب اقوياء، ولكن كان عندك مين في الهجوم؟ كان عندك عمرو زكي، عماد متعب، زيدان، وجده قاعد لهم دكه. انت عندك بنلعب باثنين وساعات بواحد، فتخيل عماد متعب، عماد متعب في الملعب، وقاعد له على الدكه عمرو زكي وزيدان، او زيدان في الملعب، وقاعد له على الدكه عمرو زكي ومتعب وجده. خط النص حدث ولا حرج. عندك شوقي وعندك حسني عبد ربه وعندك احمد حسن، وقاعد لهم على الدكه مين؟ عيد عبد الملك، وقاعد لهم على الدكه حمص. اسماء اسماء كبيره جدا في كل المراكز بقى. في كل المراكز، انت في كل المراكز عندك اسماء كبيره، حراسه المرمى الثلاثه كانوا جامدين. مفيش بينهم فرق. حاضر ايوه عبد الواحد وصبحي اسماعيلي ساعتها. فكان عندك اسماء كبيره، انت شيكابالا وبركات كانوا دكه. مش عشان هما وحشين، لا علشان اللي في الملعب موجود خلاص رجلهم ماشيه، كنا بنحتاجهم في لقاءات كتير. انت عندك في وقت كمان كان عندك ميدو موجود في المنتخب كفرود، عندك لا جمال حمزه في عزه ما كانش بينضم المنتخب، مش عشان هو وحش، علشان المدرب اختار لعيب تاني وفي نجاحات وفي مكسب فخلاص. بس كان في شكل، في استقرار، عارفين مين بيكون موجود فين. انت ساعتها كان عندك المحمدي محترف وفتحي كان هو الاساسي، كان محمدي بينزل في بعض اللقاءات ولكن كان هو مدرب شايف كده. عندك محترفين كتير ما كانوش بيجوا، كان في ساعتها بشير التبعي محترف ما كانش بيجي وكان مكسر الدنيا هناك على فكره. فانت عبد الظاهر السقا كان بيلعب ساعات اساسي وساعات لا، بس كان القوام الاساسي احنا عارفينه حافظينه، وعندك دكه تبص عليها تخاف. يعني تخيل كمنتخب مصر تبص على الدكه تخاف، اللي هينزل فيهم ده يكسب الناس كلها. فنتمنى اللي جاي يكون بنفس الشكل، نتمنى يكون اللي في الملعب اقوياء واللي على الدكه نفس المستوى، يبقى كلنا عارفين مين هو القائم الرئيسي لمنتخب مصر، وإن شاء الله ده يحصل مع مستر روي فيتوريا.